وافق مجلس الوزراء السوري على الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف عن آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2023 البالغة 50 مليار ليرة سورية. وأكد المجلس أثناء جلسته الأسبوعية على ضرورة الإسراع بإنجاز قاعدة بيانات تفصيلية لنتائج الأضرار في مختلف القطاعات، بما يمكن من التعاطي مع الكارثة بشكل منهجي ووفق أولويات إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة، مع استمرار تقديم الدعم والمساعدات للمتضررين. يأتي هذا في الوقت الذي وصلت فيه 13 طائرة أمس إلى مطارات دمشق وحلب واللاذقية تحمل مساعدات إغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال. للمزيد من المتابعة والتفصيل ينضم إلي من دمشق مراسل القاهرة الإخبارية خليل هملو. خليل، أهلا بك. يعني ضعنا في آخر تحديثات ما يجري من عمليات إنقاذ، من عمليات رفع أنقاض، من عمليات لوجستية للمشردين في زلزال سوريا، وما هو موضوع 50 مليار ليرة؟ في الحقيقة رعد، بالنسبة ل50 مليار ليرة التي أقرت الحكومة السورية في اليوم الأول من الزلزال، أقرت ب50 مليار ليرة سورية لدعم عمليات الإنقاذ السريعة. ولكن يوم أمس مجلس الوزراء السوري أقر بمبلغ 50 مليار ليرة سورية لدعم العائلات المتضررة. كما سبق وذكرنا، الحكومة السورية وضعت خطط للتعاطي مع الزلزال. الخطوة الأولى كانت هي إزالة الإنقاذ، والثانية إيواء الذين تشردوا من بيوتهم وانهيار المباني. لكن الآن الحكومة السورية دخلت في الخطة الثالثة، وهي تأمين السكن للمتضررين من الزلزال. وأقصد هنا ليس فقط أرقام قليلة، ولكن هناك أكثر من 20,000 عائلة، 13,000 عائلة فقط لوحدها في محافظة حلب، وأيضا ربما أكثر من هذا الرقم في محافظة اللاذقية. بدأت الحكومة السورية بتأمين السكن البديل لهم، إن كان من قبل الجهات الحكومية، تأمين تقريبا حوالي 700 منزل في مدينة حلب. يوم أمس أعلنت غرفة صناعة حلب عن تأمين 1,000 مسكن للعائلات، مع دفع إيجار كامل للعام تقريبا بمعدل 1 مليون ليرة سورية لكل عائلة لسكنها. جمعيات خيرية في العاصمة دمشق أيضا أمنت سكن لدفع إيجارات لتقريبا 300 عائلة. هذا بالنسبة لموضوع السكن في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وهو الشغل الشاغل، باعتبار أن مراكز الإيواء في محافظة حلب وفي محافظة اللاذقية هي أصبحت تقريبا صعبة للغاية. اليوم مرور 17 يوم على الزلزال، الناس تريد أن تعود إلى حياتها أقل ما يمكن الحياة الطبيعية، ولكن وجود الأشخاص في مساجد، في مدارس، في صالات رياضية، هذا صعب عليه بالنسبة لاحتياجاتهم الشخصية، النوم في مساحة مفتوحة والجميع، وهذا تقريبا أفقد العائلة خصوصيتها. أيضا بالنسبة لموضوع الاستحمام والنظافة الشخصية، كل هذه العوامل دفعت الحكومة السورية لإيجاد حلول، وحلول سريعة لها، من خلال تأمين مساكن في محافظة حلب. وأيضا كما حدثني رئيس مجلس مدينة حلب قبل أيام بأن الحكومة والمحافظة تعمل على تأمين أكثر من 1,500 شقة سكنية في المحافظة، وربما يصل الرقم إلى 2,000. هذه المساكن تؤمنها المحافظة. أما بالنسبة لمن يدفعون بدلات إيجار، فهذا الرقم على عاتق القطاع الخاص، على عاتق الشركات، رجال الأعمال، إن كان في محافظة حلب أو اللاذقية أو حتى من باقي المحافظات السورية، كما حصل أن رجال أعمال وغرفة وجمعيات خيرية في العاصمة دمشق دفعت الإيجارات. هذا بالنسبة لمناطق سيطرة الحكومة السورية رعد. أما بالنسبة لمناطق الشمال السوري فهناك الوضع أعقد. الجميع اليوم يتحدث هناك عن ضعف الإمكانيات، ضعف المساعدات التي وصلت. المساعدات التي وصلت إليهم هي لا تكفي. عدد سكان هذه المناطق يقترب من 4 إلى 5 ملايين. تقريبا تلك المناطق هي المتضررة الأكبر بالزلزال. إن تحدثنا عن كتلة المباني، إن تحدثنا عن عدد الضحايا، فتقريبا الأضرار كبيرة جدا. لكن تقريبا اليوم أمس، وحسب ما تم البحث هناك والمصادر الإعلامية والمصادر الخاصة من تواصلنا معهم، هناك ضعف بالنسبة للمساعدات، حتى بالنسبة لموضوع الإيواء.
الزلزال الذي حدث أول أمس تقريبا أعاد الرعب مرة ثانية إلى الأهالي. نعم. الكل يبحث عن سكن، الكل يتحدث عن تأمين خيم، هناك الحديث عن خيم وصلت إن كان من الأمم المتحدة إن كان من بعض الدول العربية. نعم. الدول المجاورة، لكن الموضوع حتى الآن هناك بطء، هناك تلكؤ في الاستجابة لتأمين خيم. نعم أو خليل. مشاكل للأستاذ. نعم خليل هملو، أشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح لما يحدث في سوريا نتيجة هذا الزلزال. سنبقى معك بالتأكيد في مناسبات أخرى لتسليط الضوء أكثر على ما يجري هناك. شكرا جزيلا لك.